النمسا أعلن المصارع النسوي ويلم أولت اعتناقه الدين الإسلامي من داخل الحج الصحي بمنزله والذي يخضع له بعد توقف النشاط الرياضي بسبب إجراءات التصدي لوباء كورونا. وظهر بطل الفنون القتالية البالغ من العمر 37 عاماً في فيديو حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ينطق الشهادتين معلناً إسلامه بعد تفكير وبحث طويلين خلال الأيام التي قضاها في الحج الصحي، وقال: لقد أعطتني أزمة كورونا الراحة اللازمة لأجد إيماني مرة أخرى. لقد شغلني الإسلام لسنوات كثيرة، ولكن كانت هناك أوقات أيضا لم أتمكن فيها من الشروع بشيء، وسمحت لنفسي بالانتياق والتأثر بالسياسة، ولكن عندما مررت بأوقات عصيبة أعطتني العقيدة الإسلامية القوة اللازمة. دعونا نتابع. أشهد أن لا الله إله إلاها إلا الله الله وأشهد أن محمدا رسول الله الله. Das war mein Glaubensbekenntnis. Ich bin jetzt stolzer Muslim. Allahu Akbar.